الآثار العظيمة بالنسبة للمؤمن، فبها يعرف نفسه بالضعف والحاجة والفاقة، ومن خلال ذلك يعرف ربه عز وجل وصفاته العلى وأسماءه الحسنى، مما ينعكس ذلك كله على حياته العلمية والعملية والدعوية الذاتية والأسرية والاجتماعية، حتى يعرف بذلك كله حقيقة الوجود الإنساني التي أو الذي خلقه الله تبارك وتعالى. وإننا لنذكر دائما ونكرر أبدا أن الغاية الأساس التي خلق الله تعالى من أجلها العالمين أجمعين هي عبادته، عبادته وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كيف يعرف العبد نفسه بالعبودية لله إذا لم يكن ذو أو ذا خطأ ولم يكن ذا توبة؟ فإن الخطأ والتوبة الذي أو التي تعقبه عنوان من عناوين العبودية، وإن قبول هذه التوبة من الرب عز وجل من أعظم معاني الألوهية. فالله عز وجل فسح لنا في هذه الحياة التي قد تطول وقد تقصر، قد نقوى فيها أو نضعف، فسح لنا من المجال بالتوبة والإنابة الشيء الكثير والجم الغفير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. إذا وصلت الروح الحلقوم فقط، هذا هو الوقت وهذا هو الظرف الذي لا يقبل الله تعالى فيه توبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا فيما أخبرنا قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، وأنه أراد أن يتوب وأراد أن يجدد العهد مع الله، فسأل فدل على عابد، فذهب إليه فقال: هل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 وتطلب التوبة؟ لا توبة لك. فقضى عليه فكملهم 100، ولم ييأس من طلب التوبة وتطلب دفع الحوبة. فسأل من جديد فدل على عالم، فذهب إليه وسأله فقال له: ومن يمنعك عن التوبة؟ وهنا الشاهد: ومن يمنعك عن التوبة؟
الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى الشرك. لو أن أحدا من المشركين تاب وأناب ورجع إلى العلي الوهاب لما كان بينه وبين الله حجاب، لما كان هنالك من يحول بينه وبين ربه. بل إن الذي يهتدي من مشركي أهل الكتاب، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن له أجرين في توبته، أن له أجرين في توبته. فالتوبة تجديد للعهد ومستمر، ولا يقف العبد فيها عند حد حتى لو لم يكن عاصيا. فهذا رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. من ذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وهو المعصوم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا كان نهجه، وهذا كان دربه وطريقه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل الله منه. فانظروا هذه الفسحة وهذا المجال لولا بغتة الموت التي نتحاشاها بتجديد التوبة وبتجديد العهد وتجديد الإنابة لله تبارك وتعالى. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: الندم توبة. وهذا غاية في المنة، وغاية في الرحمة والعطاء، حتى إن مجرد شعورك يا عبد الله بالندم على ما فرطت في جنب الله فإن ذلك توبة. فالتوبة بدءا وانتهاءا من توفيق الله تبارك وتعالى. التوبة لها من الآثار ولها من الخيرات والبركات الشيء الكثير والجم الغفير، وهي نفسها توفيق من الله وتسديد من الرب العظيم جل في علاه. نقل الإمام القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، نقل عن بعض أهل العلم قوله: غلطت في 4 أشياء. في الابتداء مع الله، يعني في ابتداء الصلة مع الله عز وجل، ظننت أني أحبه فإذا هو الذي يحبني. قال الله: يحبهم ويحبونه، فقدم حب الرب على حب العبد. قال: وظننت أني أرضى عنه فإذا هو قد رضي عني. قال الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: وظننت أني أذكره فإذا هو الذي يذكرني أيضا. قال الله: ولذكر الله أكبر. قال: وظننت أني أتوب فإذا هو تاب علي. قال الله: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالتوبة أيها الإخوة
أصل من الأصول التي يجب أن يستصحبها المسلم معه آناء الليل وأطراف النهار ليكون عبدا ربانيا كما أراد الله تبارك وتعالى. ورحم الله الشاعر القائل: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. التوبة استعجال بالخير وتقديم للخير، فلا يجوز أن نتجاوزها أو أن نستصغر شأنها أو أن نقلل من آثارها، فإن لها من الأثر في النفس ومن الخير للشخص ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وأما أحكام التوبة وشروطها وأركانها وأقسامها فليس هذا محلها أيها الإخوة في الله، وإنما سيكون كلامنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله حول آثار التوبة وما يعقبها من نعم ومنن من الله تعالى القائل: وما بكم من نعمة فمن الله، والقائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن آثارها أنها سبيل للثبات على الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم، إشارة إلى هذا الثبات الذي هو من آثار التوبة. والثبات لا يكون ثباتا إلا باستمرار العبد على عمله الصالح الذي يتقرب فيه إلى ربه عز وجل. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ابتدأ بذكر التوبة، قال لقد تاب، ثم ختم بذكر التوبة بقوله: ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وفي تكرار ذكر التوبة لطيفة تفسيرية ذكرها الإمام ابن الجوزي في تفسيره الجليل زاد المسير، يقول: عندما ذكر التوبة في أول الآية لم يذكر سببها، ثم ذكر منته عليهم، ثم ذكر أو كرر ذكر التوبة وذكر سببها ليبين سعة فضله عز وجل على عباده وليذكرهم بما قد فعلوه وبما امتن به عليهم جل في علاه وعظم في عالي سماه. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، انظروا ماذا أعقب التوبة من خيرات وبركات وآثار وفضائل ليس لها حد وليس لها حصر. أيضا من الآية التي ذكرناها في بداية المجلس أن التوبة توفق للتوبة، وأن الإعراض لا يكون سبيله إلا الإعراض. وقصة أولئك النفر الثلاث الذين دخلوا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا يعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فجلس رجل في الحلقة
وانزوى آخر في ناحية مستمعا، وأما الثالث فأعرض. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فآواه الله، وأما الثاني فاستحى فاستحيا الله منه، وأما ذاك فأعرض الله عنه. فما بالكم بالمعرض عن التوبة، ماذا ستكون النتيجة فيه والأثر به؟ فالتوبة سبيلها التوبة، لذلك قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. إن معاني اسم الله عز وجل التواب لا يتحققها العبد في نفسه إلا بتوبته لربه من جهة، وبيقينه وإحساسه الحاسم أن الله عز وجل قبله، ليس حسن ظن بنفسه، وإنما من باب حسن الظن بربه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. وفي رواية: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. الله أكبر. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، فليس والله ظننا بالله إلا ظنا حسنا، وحسن الظن يجب أن يتبعه حسن العمل، أما حسن ظن مع سوء عمل فهذا جمع بين النقيضين، ينبغي على من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يجتنبه ولا يكون من أهله. ثم أيضا، ما أجمل التوبة إذا كان فيها شعور الجماعة الذي حثنا عليه ربنا عز وجل في كتابه في مواضع شتى، كما قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جماعة. قال: واركعوا مع الراكعين، جماعة. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، جماعة. ماذا قال الله عز وجل؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. المسلم في استقامته لربه لا يكون فردا، وإنما يسعى لأهل التوبة أن يتآلف وإياهم، وأن يجتمع معهم، وأن يكونوا جميعا كلمة واحدة. فالأخوة الإيمانية الحقة لا تتشكل على صورتها المطلوبة من المسلمين، من المؤمنين، من الصادقين المخلصين، إلا إذا كان ذلك على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالتوبة تلتقي الاستقامة، والاستقامة تلتقي حب الخير للغير، حتى تكون كلمة المؤمنين واحدة، وجماعتهم صائبة، وحقوقهم واحدة. أيضا التوبة طريق الجنة، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فالجنة طريقها التوبة. أما أن نحلم بالجنة من غير توبة، أن نحلم بالجنة مع الإصرار، أن نحلم بالجنة مع الاستكبار، أن نحلم بالجنة مع الصدود والإعراض، فهذا لا يكون إلا بمنة من الله، وهو القائل:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو أمر متعلق بمشيئة الله عز وجل، فالمطلوب منا غير المتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، وإن كان كل ذلك من توفيقه جل وعلا، فالتوبة من توفيقه وفضله، ودخول الجنة بدءا وانتهاء من توفيقه وفضله جل في علاه وعظم في عالي سماه. والتوبة أيها الإخوة طريق الخيرية والفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذه الخيرية التي نالها بنو آدم أولئك وهم خطاؤون لم ينالوها إلا بأنهم توابون. ولنتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: كل بني آدم خطاء، صيغة مبالغة أي كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون أيضا صيغة مبالغة أي كثير التوبة ومتعددها. وكيف لا يكون وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قلنا وكما ذكرنا قال: والله إني لا أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكان الصحابة يقولون: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي أكثر من 70 مرة. أين مجالسنا؟ أين أخلاقنا؟ أين آدابنا؟ أين مسلكياتنا؟ أين عقيدتنا بربنا؟ أين ذكرنا واستغفارنا وتوبتنا ولهجنا بربنا وذكر ربنا؟ لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. والتوبة أيها الإخوة نجاة من الظلم، فالذي لا يتوب ظالم لنفسه وظالم لمجتمعه وظالم للآخرين. ماذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون. والظلم درجات، حتى إن الإمام البخاري بوب باب ظلم دون ظلم. وكما أن الكفر درجات فكذلك الظلم درجات. وأيضا التوبة استجابة لأمر من أوامر الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا أمر من الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام بنفس العبارة يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والتوبة سبيل لمغفرة الذنوب ومحو الخطايا والآثام. يقول الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآية قد يستنبط منها معان عدة ووجوه متعددة، فالآية ذكرناها في استنباط من قبل ونكررها في استنباط من بعد، حتى إنك ترى مثلا أئمة التفسير يذكرون الآية ويقولون: فيها 20 مسألة، فيها 30 مسألة، وبعضهم يزيد على ذلك. وكذلك أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يستنبط منها أهل العلم الفوائد الكثار. انظروا إلى فتح الباري للحافظ ابن حجر واستنباطاته وفوائده رحمه الله تعالى. هنالك بعض المعتزلة اعترضوا على أهل الحديث أنهم يروون أحاديث لا فائدة منها ولا فقه لها، هذا زعمهم وهذا جهلهم وهذا كذبهم. فألف أحد أئمة العلم
كتابا سماه عفوا. فذكروا مثالا على ذلك حديث أبي عمير في الصحيحين، قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب صبيا كان عنده طائر، يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يقول ما إيش يعني يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا لا فائدة منه. فتصدى لهم أحد أئمة العلم اسمه أبو العباس ابن القاص، فاستنبط من الحديث 70 فائدة، لخصها الحافظ ابن حجر في فتح الباري وزاد عليها 10 فصارت 80. ووالله لو عددنا حروف الحديث لعلها لم تصل إلى 80 حرفا. انظروا أئمة العلم واستنباطاتهم وعلومهم. فأن نذكر الآية ونستنبط منها أكثر من وجه واستنباط، هذا مسلك مطروق عند أهل العلم. كذلك التوبة سبيل خير الدنيا كما هي سبيل خير الآخرة، كما قال تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي آية أخرى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. كل ذلك من آثار التوبة في الواقع المعاش في الحياة الدنيا. فليست التوبة ذات فضل أخروي أو ذات أثر على صلة العبد بينه وبين ربه، وإنما هي صلة له في دنياه وفيما بينه وبين الآخرين، في مجتمعه، في وطنه، في عمله، في كل شيء وفي كل شأن من شؤونه وأحواله أيضا. والتوبة أيضا أيها الإخوة سبيل لرفع العذاب في الدنيا، وهذا عكس الأول. وقال الله تبارك وتعالى وإذ قالوا أي الكفار، وسيأتينا بعد قليل أن القائل في هذه الآية هو أبو جهل. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا قولهم، رد الله تتمة الآية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس كان فيهم أمانان، محمد صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبقى إلا الاستغفار. وفي البخاري أن القائل هو أبو جهل، وأن الله عز وجل أنزل الآية جوابا عليه بقوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي التوبة أيضا أيها الإخوة تحقيق لسعة رحمة الله. يقول الله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. انظروا اقتران الرحمة بالعلم، الرحمة بالعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق؟ الرحمة والعلم مقترنان. قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذه صفات أهل التوبة، أنهم يحققون معاني سعة رحمة الله تبارك وتعالى في أنفسهم، ويحققون معاني أسماء الله تبارك وتعالى التواب الرحيم الغفور. كل ذلك لا يتم تحقق العبد منه بنفسه وواقعه والآخرين إلا بأن يكون لاهجا
بالتوبة إلى ربه تبارك وتعالى. وكذلك أيضا من آثار التوبة أنها تورث العبد محبة الله له. يقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيضا انظروا هذا الاقتران بين وصف التوبة ووصف التطهر، وكأنهما متلازمان. فمن تاب من غير أن يتطهر في قلبه وفي جوارحه كأن توبته ناقصة، وكأن ما قام به ليس على الوجه المرضي لله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا من آثار التوبة على النفس والمجتمع أنها سبيل لتبديل السيئات حسنات، حتى يتمنى أهل النار أهل الجنة أنهم كانوا عملوا من السيئات أكثر لتكون حسناتهم أكثر بنعمة الله بتبديلها لهم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. غفورا بأن يغفر سيئاتهم، رحيما بأن يبدل هذه السيئات حسنات. انظروا أيها الإخوة ما أعظم رحمة الله وما أتم نعمه على عباده لو كانوا يعقلون. والتوبة أيضا طريق الفلاح، والفلاح هو النجاة والسعادة. قال الله تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. وعسى من أفعال الترجي، لكنها بحق الله عز وجل تفيد التحقيق وتفيد اليقين، وشبهها أمثالها كلعل وما أشبه ذلك. أيضا يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيضا لعلكم تفلحون أي إنكم ستفلحون. فلعل من أفعال الترجي بالنسبة للعباد فيما بينهم، أما إذا قال الله لعلكم تفلحون أي ستفلحون، لعلكم تتقون أي ستتقون، وهكذا. وأيضا التوبة نقاء للقلب، نقاء للسريرة، نقاء للفؤاد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء، خطأ نكتة سوداء وخطأ آخر نكتة سوداء. ماذا يفعل هذا العبد الذي هجم عليه هذا السواد كله؟ قال: فإن هو نزع واستغفر، والنزع والاستغفار مجموعان هما التوبة. قال: فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. صقل قلبه، صقل من ماذا؟ من ذلكم السواد، وذلكم الران، وذلكم الطبع الذي يرد على القلوب ويهجم عليها بسبب الإصرار على الذنب وعدم الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. والتوبة أيضا سبيل للقوة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ماذا يقول الله تبارك وتعالى في هذا الباب؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فكانوا يستعينون بالتوبة على التقوي في الحرب. أما الآن فنرى من يحاربون أعداء الله بمحاربة أولياء الله، هل يكون لهم نصر؟
هل يكون فيهم قوة؟ هل يكون فيهم بأس يقاومون فيه أعداء الله؟ أن يزيد الله الناس قوة إلى قوتهم، ذلك لا يكون إلا بالتوبة والإنابة والإخلاص والصدق والمعية لله تبارك وتعالى على ما يريد الله. أما إعراض وقوة، هذه قوة لا وزن لها، هذه قوة إلى زوال وإلى اضمحلال، هذه قوة وإن كانت صورتها كذلك فحقيقتها وهن على وهن عياذا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية فقد بارزته بالمحاربة. وأيضا أيها الإخوة، من آثار التوبة أنها سبيل لمعرفة العبد بربه، فإذا أدبر بالمعصية أقبل على الله بالتوبة والإنابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له، فليذهب عبدي ليفعل ما يشاء، فإنه عرف أو علم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا. فهذا بتوبته عرف ربه برحمته. وبعض الناس يفهمون الحديث فهما عكسيا، يظنونه فتحا لباب المعاصي، وهو في الحقيقة فتح لباب التوبة من المعاصي، وفرق بينهما، فرق عظيم بين أن يكون هذا فتحا لباب المعاصي، وبين أن يكون كما هو الحق فتحا لباب التوبة من المعاصي والإنابة إلى الله من قبل كل عاصي. وهكذا أيها الإخوة، فإن هذه المعرفة من العبد للرب هي تحقيق لمعرفة الله بأسمائه وصفاته. علم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا، هذا من صفات من أسماء الله: الغفار، الغفور، التواب. هذه الصفات لا يعرفها المعرضون عن رحمة الله، لا يعرفها الصادون عن التوبة والإنابة إلى الله، لا يعرفها من لم يعرف أسماء الله وصفاته على الوجه النقي المرضي الذي عرفنا الله تعالى به نفسه في كتابه، وعرفنا بربه أعرف الخلق به نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بتوبة قبل الفوت وقبل الموت، وأن يحسن خواتيمنا، وأن يثبتنا، وأن يميتنا ويتوفانا وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. التذكر قسمان: تذكر ينخلع له القلب وتوجل منه النفس ويحمد العبد ربه عليه بالمعافاة، وتذكر يزين الشيطان فيه للعبد المعاصي ويذكره
بشهواتها الفانية وبلذائذها الزائلة. فإذا كان هذا التذكر من الصورة الأولى لينخلع به قلبه وتأسى به نفسه، فلا شك ولا ريب أن هذا له أجره. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتذاكرون أيام الجاهلية بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أي تذكر هذا؟ ذلكم التذكر الأول الذي يحمدون الله به أن من عليهم بالتوبة منه والبعد عنه. أما إذا كان التذكر تزيينا وزخرفة من الشيطان الرجيم ليعيدك إلى ماضيك ويرجعك إلى سابق عهدك، فهذا الذي يجب أن تجاهد به هواك. والله القائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا شك ولا ريب أن المعاصي كما سمعنا سبب للنقم والويلات، فهذا الذي تاب من معصية ولا يزال مقيما على معاص أخرى نرجو أن يكون ذلك سبيلا لأن ينقلع من المعاصي الأخرى، وإلا فإذا استمر على المعاصي الأخرى فقد يرجع إلى المعصية الأولى التي ظن أنه تاب منها. والأقوى يؤثر على الأضعف، فإذا كانت توبته أقوى فإنه إن شاء الله سينخلع من تلكم المعاصي ويتوب إلى الله من هاتيك المآسي. وأما إذا كانت توبته ضعيفة رخوة وكانت معاصيه التي هي أكثر وأشد، فنخشى أن ينقلب أو أن تنقلب توبته التي تاب منها عن تلك المعصية لتعود من جديد وتنضم إلى قافلة المعاصي الأخرى التي تزيده ولا التي تنقصه ولا تزيده، عياذا بالله تعالى. نعم. هذه مسألة تكلم فيها شراح الحديث حتى وصلت إلى علماء العقيدة، وسميت مسألة الإغانة. مسألة الإغانة ماذا يعني إنه لا يغان على قلبي؟ وأرجح الأقوال أن الإغانة شيء مما يصيب الناس، يعني هو شيء طبيعي. أحيانا الإنسان قد يذهل قد يغفل لكنه لا يزال ولله الحمد في طور الصلاح وطور الاستقامة، فهي شعور بشري وإنساني يلتقي الجانب البشري الذي هو حال رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم. ما الفرق؟ يوحى إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر كالبشر، ولا نقول كما قال ذلك القائل: محمد بشر وليس كالبشر، محمد ياقوتة والباقي كالحجر. لا نقول هذا، وإنما نقول كما قال الله: ونعم القول، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالإغانة هي طبيعة بشرية تصيب الإنسان، وهذا يشعر الواحد منا فيه بنفسه في لحظة من اللحظات أو في وقت من الأوقات، وليس هو شيئا يعني نحمله أكثر مما يحتمل ونعطيه أكبر من حجمه، فلا يزيد الأمر على ما ذكرنا وما إليه أشرنا. كما ذكرنا ونكرر وسنظل نكرر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المجتمعات التي يعيش فيها عامة الناس في سائر البلاد وللأسف فيها مخالفات وفيها معاص ومنكرات، المسلم الحق هو الذي ينظر لنفسه موضعا يكون فيه بعيدا عن الفتنة
وناعيا بنفسه عن القرب منها والصلة بها، لكن أحيانا وهو ذاهب إلى المسجد قد تعترضه هذه المعاصي وقد تتناوشه هذه المناظر المؤذية، فماذا يفعل؟ النظرة الأولى لك والثانية عليك. الأصل أن يغض بصره، الأصل أن يجاهد نفسه، الأصل أن يجاهد هواه، ثم أن يصبر، أن يصبر على هذا البلاء، وأن يكثر من ذكر الله ومن الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فهذا إن شاء الله كله قد يكون سببا لدفع مثل هذه الآثام التي تهجم على الإنسان وهو يرغب بردها والبعد عنها. هذا الصدود الذي يعقب التوبة حقيقة أنه علامة من عدم التوفيق، ويكون ذلك أشد وأنكى إذا كان كما يقال مع الإصرار، أن يقول الواحد أنا أريد أن أترك الصلاة أو أترك التدين أو أترك الالتزام، إلى متى؟ وهل تضمن؟ وهل اتخذت عند الله عهدا؟ الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لو أن هنالك عقدا بين العبد وملك الموت أنه سيأتي في يوم كذا لسهل الأمر في كل أمر، لكن الحق والواقع ليس كذلك. إني لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ف الأصل في من أذنب أن يسارع بالتوبة، والأصل في من تاب أن يسأل الله الثبات، لا أن ينقص على عقبيه ثم يخالف ما تاب عنه وما ابتعد منه ليكر من جديد بضلال جديد، وما يدريك أن يختم الله لك بهذا الحال والعياذ بالله. فالعاقل الحصيف الكيس هو الذي يعلم أن هذا العمر قصير، وأن هذا العمل الذي وفقه الله إليه إذا تركه قد لا يرجع إليه، فليعض عليه بالنواجذ وليسأل الله عز وجل الثبات، وليتضرع إلى الله، وليصاحب الرفقة الطيبة التي تذكره بالله، وليبعد عن رفاق السوء، وعليه بالحرص على الجمعة والجماعة والسمت الحسن والأخلاق الفاضلة، وليحرص على طلب العلم والحضور لمجالس أهل العلم وطلاب العلم، هذا من أعظم أسباب الثبات والبعد عن المعاصي والزلات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما. لكن القبول شيء والصحة شيء آخر. يعني نحن نقول الآن نحن صلينا صلاة العشاء وصلاتنا صحيحة إن شاء الله، لماذا؟ لأننا أتينا بالشروط والأركان وبالتالي الصلاة صحيحة، لكن هل نجزم أن الصلاة مقبولة؟ لا نجزم، وإنما نرجو حسن ظن بالله، نرجو. الآن نعكس الصورة، ورد في الحديث لا يقبل الله صلاة، لكن هل يعني أن الصلاة باطلة إذا أتى بشروطها وأركانها؟ لا يعني ذلك أن الصلاة باطلة، وإذا كانت الصلاة صحيحة فلا يطالب العبد بإعادتها، وأما عدم القبول فهو من باب الوعيد الذي يرجع أمره في تنفيذه إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء أنفذه وإن شاء عفى عنه. وهذا من قواعد عقائد علماء الملة وأئمة أهل السنة، قاعدة الوعد والوعيد، الله منفذ وعده
وأما وعيده فبالخيار، إن شاء أنفذه وإن شاء عفى عن صاحبه، إلا في الكفار. الكفار الوعيد فيهم نافذ، الوعيد فيهم نافذ، أن إنما الوعد والوعيد والخيار في إطار من؟ في إطار أهل الإسلام. فهذا من هذا الباب والله أعلم. وإذ قد ذكرنا هذا فنشير إلى حديث آخر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: مدمن الخمر كعابد وثن. فانظروا هذا التشبيه أيضا، ما أشد قبح شارب الخمر في تشبيهه بهذه الحالة كعابد وثن. عابد الوثن مكب على وثنه، مديم عليه، مستمر عليه. كذلك مدمن الخمر كأنما هو مكب على وثن في انكبابه على خمره الذي هو مدمن عليه، والله أعلم. التوبة إذا تعلقت بحقوق العباد فالأصل فيها رد الحقوق إلى أهلها، وذلك في وجهين: الوجه الأول إذا كانت الحقوق معنوية فالأصل أن يستسمحه في الحقوق المعنوية، لذلك قال من قال من أئمة العلم وبعضهم يرويه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصح: كفارة من اغتبت أن تستغفر له، كفارة من اغتبت أن تستغفر له. وبعض أهل العلم يشترط أن تذهب إلى من اغتبته لتقول له: أنا اغتبتك فسامحني. ومن اغتبته عندهم أن تذهب إليهم وتقول: أنا أخطأت بحق فلان وتكلمت فيه بالكذب والبهتان، وأنا أتوب إلى ربي وأستغفر خالقي ومولاي. هذا كمال التوبة. لكن لو من لم يفعل ذلك لا نقول توبته باطلة وإن كانت ناقصة. أما الحقوق المادية فالأصل إرجاعها كما هي، لكن أحيانا ممكن واحد يقول: أنا أخذت شيئا من فلان وهذا فلان يثق بي، الآن لو قلت له: أنا أخذت هذا الحق منك وسأرده عليك، لن يثق بي، وقد لا يثق بأي واحد من أمثالي، فماذا نفعل؟ نقول: هذا يعود إلى طبيعة الأشخاص، إلى طبائع الأشخاص. ممكن أن يكون فعلا هذا الشيء أن يوجد من بعض الناس، وممكن أن يوجد بالعكس. قل: ما شاء الله، والله هذه يعني صورة نادرة ونموذج فريد، أن يأتي ناس ويقولون لك ويقولوا لك: أنا أخطأت أو أخذت ما ليس حقي وأنا أرده عليك. هذه نموذج فريد، ممكن هذا وممكن هذا، والعمل بما يغلب على الظن. إذا غلب على ظنك أن هذا سيفرح هذا الذي أخذت منه الحق فصارحه وواجهه، وإذا غلب على ظنك أنه سيؤدي إلى مفسد أكبر، فعند الفقهاء قاعدة التزاحم، تزاحم المفاسد أو تزاحم المصالح، فحينئذ لك أن توصلها إليه بأي طريقة حتى ولو لم تشعره أنها من زيد أو عمرو أو منك أو من غيرك، توصلها إليه بأي طريقة. بعض الناس يقول: أنا أخذت، لكن هذا الذي أخذته قبل 20 سنة ولا أعرف هذا الإنسان أين، ولا أستطيع أن أعرف أين. فنقول: اجتهد في المعرفة وقد تعرف وقد تجد وقد يوفقك الله عز وجل إلى ذلك. فأما إذا لم تعرف وأيست من أن تعرف فتصدق بهذا الذي أخذته منه بغير حق، بنية دفع الإثم عن نفسك وبنية رد الحق إلى أهله، ونرجو أن يتقبل الله عز وجل، وإنما يتقبل الله من المتقين. نعم. أشرنا إشارة سريعة إلى هذا، وقلنا: حسن الظن يلزم منه حسن العمل،
فإذا أردت أن تنمي حسن ظنك بالله فأخلص عملك لله، وأقم عملك على العلم بأمر الله. هذا سبيل تنمية وتقوية حسن الظن بالله تبارك وتعالى. إذا كانت الفتن تحيط بك فهل تأمن على نفسك؟ هل تضمنك، هل تضمن منك نفسك التي بين جنبيك ألا تنزلق وألا تضعف وألا تهن في هذا المحيط وفي هذا الإطار؟ هذه توبة أخرى، توبتك من معصيتك أو من معاصيك شيء، وتوبتك من هذا الإطار الذي قد يعينك على النقوص عن التوبة وقد يكون سببا في العودة إلى المعصية، هذا توبة أخرى يجب أن يجاهد الإنسان فيها نفسه، ولا يقول هذا باب رزقي وهذا رزق أولادي وعيالي. لا، وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنك إن تدع شيئا لله يعوضك الله خيرا منه، هذا حديث رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالنفوس الضعيفة هي التي تتخيل أن باب الرزق لا يكون إلا هنا، وهنا إثم، كيف يكون إثم وطاعة في آن معا؟ لا يجتمعان، وإذا اجتمعا فلا بركة ولا خير، والله المستعان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحبكم في الله، هل لطلب العلم أثر في الثبات والتوبة؟ لا شك ولا ريب، وكيف لا يكون؟ والله تبارك وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد علمك بربك كلما ازدادت خشيتك له. لذلك قال من قال من أئمة التابعين: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. بعض الناس أيضا يفهم هذا الأثر أنه تزهيد من الرواية، لا، بمعنى أن لا يكون علمك جافا أكاديميا صرفا لا أثر فيه بعملك الصالح وتقربك إلى الله، كعلم المستشرقين وعلم بعض المدرسين الذين يحفظون المواد عن ظهر قلب وهم بعيدون عنها البعد كله في واقعهم وفي حياتهم وفي عبادتهم وتقواهم. فالمسلم هو الذي إذا علم عمل، أما إذا عمل ولم يعمل فهذا وصفه الله عز وجل بأنه من أكبر المقت، كبر مقتا عند الله. نعم. ذكرنا الحديث قول الصحابة رضي الله عنهم: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو الغفور أكثر من 70 مرة. هذا ما كان يلهج به رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. وبطبيعة الحال لا نشترط ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا يقول: الندم توبة. إذا مجرد شعور القلب بالتفريط وبالوهن والتأثر الذي هو الندم هذا توبة، فكيف إذا أضيف إلى توبة القلب ذكر اللسان؟ فلا شك أن هذا يكون خيرا وأفضل. الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما أننا لا نعلم كنها ذات الله فكذلك لا نعلم كنها صفات الله عز وجل أو أسمائه أو أفعاله جل في علاه وعظم في عالي سماه. وإذ قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما هذا فاستحيا الله منه، فنثبت الاستحياء على المعنى اللائق بالله جل وعلا دون المعنى الذي هو الاستحياء الإنساني الذي هو بمعنى الانكسار والضعف. الانكسار والضعف استحياء يليق بالبشر لأنهم ضعفاء مربوبون أذلاء، أما الاستحياء اللائق بالله جل وعلا فهو يليق بكماله وجماله
وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الكلام صحيح، وكل الآثار التي ذكرناها هي لو تأملت عكسها لوجدت ذلك، فلا شك أنه معنى مأخوذ من عدة معاني دلت عليها مجموعة من النصوص، والله تعالى أعلم. يقول السائل بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، هل صاحب الكبائر إذا ندم على فعل الكبائر هذا يعتبر من التوبة أم لا بد من التوبة المصوحة؟ التوبة من الكبائر لها شروط، وأهمها الإقلاع والندم ومعاهدة الله على عدم الفعل، بخلاف الصغائر التي قد لا ينجو منها إنسان في أي لحظة وفي أي وقت، والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، لكن أحيانا يخشى من الإصرار على الصغائر لتنقلب كبائر، كما قال ابن عباس ويروى مرفوعا ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما عن ابن عباس فثابت قال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالكبيرة تواجه بالاستغفار، تواجه بالندم، تواجه بالإنابة إلى الله، تواجه بعدم العود ومعاهدة الله على ألا يعود إلى هذا الفعل، تواجه بإغلاق منافذها وأبوابها وأسبابها. أما واحد وقع كبيرة في محيط ما وتاب منها وبقي في نفس المحيط، هل يأمن على نفسه؟ أول شيء أن ينخلع. لذلك في قاتل 99 ماذا قال له؟ قال: إن أرضا فيها أناس صالحون فذهب إليهم. أمره أن يغادر البيئة والجو الذي كان فيه، وأن يلتقي بأناس صالحين خيرين طيبين، وكان ذلك بفتيا العالم وليس بإرشاد العابد. العابد أداه جهله إلى مقتله، والعالم أداه علمه إلى سعادته، سعادة التائب وسعادة الموجه. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، بماذا يبدأ من أراد أن يطلب علم الحديث المصطلح؟ وأرجو منكم ذكر عدة كتب لكل مرحلة في طلب علم الحديث. أنا ذكرت ذلك بإجمال في كتاب عودة إلى السنة، ونحن يعني نحبذ دائما أن يكون محيط الأسئلة في نفس الموضوع الذي نحن فيه قدر الاستطاعة. وغدا إن شاء الله المحاضرة ستكون حول طلب العلم وما أشبهه، فمن الممكن أن يقدم إخواننا أسئلتهم بعامة في هذا الباب. ومع ذلك فأنا أجيب يعني من باب التطاوع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تطاوع ولا تختلف. أجيب من باب التطاوع أن علم الحديث علم رواية ودراية، فمن أراد أن يتعلم علم الحديث فلابد أن يشمل تعلمه هذين الصنفين وهذين البابين. علم الحديث رواية، فيه علم مصطلح المصطلح، وفيه علم الجرح والتعديل. من أهم كتب علم المصطلح كتاب فتح المغيث للسخاوي، وكتاب الباعث الحثيث للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا يحتاج تطبيقا عمليا، فعليه بكتب التخريج التي هي كالبدر المنير والتلخيص الحبير ونصب الراية وإرواء الغليل وغيرها من الكتب. وكذلك القسم الثاني من علم الرواية وهو علم الجرح والتعديل، فعليه أن ينظر الكتب المؤلفة في باب علم الجرح والتعديل تأصيليا، ككتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي، وكتاب مباحث في الجرح والتعديل أو ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف المدني الذي توفي رحمه الله تعالى، وهو غير عبد العزيز عبد اللطيف في الرياض مدرس العقيدة، هذا غير ذاك. كتابه من أحسن وأمتع الكتب في باب الجرح والتعديل. وعليه أن ينظر أيضا في تطبيقات أهل العلم في علوم الجرح والتعديل، ومن أهمها كتاب الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي. هذا كله ما يتعلق بعلم الحديث رواية. وأما علم الحديث دراية فهو يتعلق بمتون الأحاديث كالصحيحين والسنن الأربعة لتشكل الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي والموطأ
وغيرها من الكتب المشاهير، وأن ينظر شروحها. علم الحديث دراية، الدراية هي الفهم، يقال دريت الشيء إذا فهمته وعلمته. فعلم الحديث دراية يتعلق بالنصوص والاستنباط منها، ويتبع ذلك علم حديث الأحكام والفقه والاستنباط، والتي ألف فيها علماء الإسلام كتبا ليس لها عد ولا حصر ما شاء الله. هذا على وجه العموم. ومن أهم الكتب في باب الشروح الحديثية فتح الباري والتمهيد، فهذان كتابان جليلان جدا، والله المستعان. كما ذكرت، وهذا تكرار لما قبله، الإنسان الحريص هو الذي يغلق على نفسه أبواب معصيته ولا يصر، لأن الإصرار على الصغيرة قد يقلبها كبيرة. فمن علم أن إصراره على هذه الصغيرة قد يقلبها كبيرة، هل يرضى على نفسه بذلك؟ فمن أبى على نفسه، وهذا هو الظن الحسن بالمسلم، فهل يستمر بفتح الأبواب والمنافذ إلى هذه المعصية وإلى هذا الذنب؟ فليسعى إلى إغلاق المنافذ والأبواب التي توقعه بهذه المعصية، كالخلوة بنفسه أو غير ذلك من المؤثرات، والله أعلم. إما أن يكون قد اهتدى ولكنه يريد الدخول في الإسلام مباشرة، وإما أن يكون يريد أن يبحث عن الإسلام ليراه حقا وصدقا. فإذا كان الأول فهذا أول شيء عليه أن ينطق بكلمة التوحيد. وبعض أهل العلم يشترط أنه لا يكتفي بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بل يجب أن يقول وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، لأن عقيدته من قبل أن عيسى إله أو جزء إله، فلا بد أن يهدمه. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إلا حرم الله عليه النار. إذن لابد من شروط متداخلة. ثم يجب عليه الاغتسال، لأنه لا يعرف الحلال والحرام، قد يكون على جنابة أو أكثر أو أقل وهو لا يعرف، وبالتالي نأمره بالاغتسال. ويجب عليه بعد حين إذا لم يكن مختونا أن يختتم. هذه كلها واجبات تفصيلية لها أحكامها ولها صورها. قد يكون اسمه اسما مخالفا للشرع، كان يكون عبد المسيح أو إلى آخره من أسماء الكفار، جورج وبطرس وحنا، فعليه أن يغير اسمه. وكم من حديث غير فيه النبي عليه الصلاة والسلام أسماء أصحابه رضي الله عنهم. أما إذا كان لم يدخل إلى الإسلام أصلا ولم يرد أن يدخل ولكن يريد أن يبحث، فهذا الحقيقة يجب أن يكون له نوع خاص من الدعوة، أن تناقشه في أصول عقيدته، أن تناقشه في أصول عقيدته، عقيدة الصلب والفداء والتثليث، الأناجيل وتناقضاتها، أن تبين له بشرية عيسى عليه الصلاة والسلام وأن ليس له من الألوهية نصيب. ثم إذا بينت له هذه المقدمات تنتقل إلى أصل آخر، وهو عظمة ديننا وعظمة قرآننا وعظمة نبينا صلى الله عليه وسلم وأمية النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر المزايا المتعلقة ببلاغة القرآن وما أشبه ذلك، مما لا يستطيع أحد إلا أن يخضع لهذا الحق إن كان صادقا. وأما إن لم يكن صادقا فالأمر فيه كما قال الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم.
جاء رجل إلى الإمام ابن الجوزي قال له: يا أبا الفرج، أيهما أفضل للمؤمن أو للمسلم، الاستغفار أم التسبيح؟ أيهما أفضل، الاستغفار أم التسبيح؟ قال: الثوب الوسخ يحتاج أكثر إلى العطر أم إلى الصابون؟ إذا كان الثوب وسخا يحتاج إلى الصابون، وإذا كان الثوب نظيفا يحتاج إلى العطر. أما أن تضع العطر على الوسخ فهذا خطأ، وأن تضع الصابون على النظيف هذا خطأ. وكذلك الحال، هذه قراءة القرآن لها دورها، وذكر الله له دوره، والاستغفار له دوره، وهذا التنوع في الأذكار والأدعية كله مقصود لذاته. لذلك بعض الناس تراهم مثلا أحيانا بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد. ترى بعض الناس يأتي ويقول: يا شيخ عندي سؤال. يا أخي هذا ليس وقت سؤال، هذا وقت دعاء. السؤال معك من بعد ذلك ساعات طوال. فالموفق من عرف واجب الوقت، الموفق من عرف واجب الوقت. كيف نعرف واجب الوقت؟ بالتفقه بالدين. إذا تفقهنا بديننا كان ذلك علامة خير من إرادة ربنا له. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قراءة القرآن والتدبر لمعانيه وأحكامه وآياته شيء عظيم، الاستغفار شيء عظيم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، لكن كل شيء له مقامه، وكل شيء له وقته، وكل شيء له ضابطه الذي لا ينبغي أن يتعداه إلى سواه. نعم. سؤال أخير إن شاء الله. يقول السائل: بارك الله فيكم، أرجو منكم النصح بترك البيئة حيث إنها انتشرت عند بعض الناس. أنا أقول لمن واقع الغيبة: هل تحبها لنفسك؟ هل ترتضيها لأقرب الناس إليك وأحبهم عندك؟ إذا كنت لا ترتضيها لنفسك فكيف تفعلها مع غيرك؟ إذا كنت لا تحبها لأحب الناس إليك فكيف تفعلها مع أخيك المسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واسمعوا هذا الحديث أيها الإخوة، ما أعظمه وما أجله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أربى الربا، أربى الربا يعني أشده، أشد الربا، إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. نسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.